نبدأ جولتنا على المواعيد السقفية وبتنظيم من كلية الموسيقى وبدعوة من جامعة الروح القدس الكاثوليك. تم افتتاح المؤتمر الدولي التكريمي تحت عنوان وديع الصافي، مؤتمر عم بيشمل قراءات، دراسة لصوت فن وتقنيات وديع الصافي. اليوم الجمعة رح تقدم الفنانة غادة شبير ندوة تحت عنوان تقنيات الغناء عند وديع الصافي، ندوة أيضا للدكتور جورج أسعد جبرايل من الأردن تحت عنوان جماليات أداء المو عند وديع الصافي. رح يتخلل هالبرنامج أيضا محطة فنية مع فرقة الغناء العربي بقيادة الفنانة غادة شبير، وأيضا رح تقدم جوقة الجامعة بقيادة الأب يوسف طنوس أغنيات لوديع الصافي. إذن مؤتمر بدأ امبارح ومستمر لبكرة بالحرم الرئيسي لجامعة الروح القدس. نسمع لوديع الصافي. ضمن برنامج بيوتي اللي عم بينظمه مترو المدينة الممتد طيلة شهر تموز، يوم الاثنين 14 الشهر عرض لفيلم بلاك فينوس للمخرج التونسي عبد اللطيف كشاش. فيلم بيتناول شخصية وأحداث حقيقية عن امرأة من قبيلة إفريقية تم إرسالها لأوروبا بالقرن الماضي بوقت كانت العنصرية بأوجها. On dit que vous êtes une princesse, c'est vrai? Approchez, messieurs dames, allez! Dépassez votre jeune! لكن لمحبي موسيقى الفنان زياد الرحباني رح يشهد مساء اليوم راز ميوزيك كلوب على امسيه للفنان زياد الرحباني وفرقته. بنسمع على زياد الرحباني. تابع مع نهائيات بطولة لبنان لعام 2014 برفع الجرن والمحدلة. هالسنة المسابقة تحت شعار معا لتعايش أفضل يلي بتنظمها لجنة التراث والرياضات التقليدية وجمعية الجولدن بادي الدكواني برعاية قائد الجيش وببلدة بريح الشوفية. إذن موعد مع مسابقة القوة بكرة السبت الساعة 6 المساء. بتنظيم من بلدية دهور الشوير عين السنديانة ضمن مهرجانات السنوية نهار مخصص للمرأة اللبنانية بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة بهالمجال. يوم بكرة السبت الهدف من هالنشاط تسليط الضوء على إبداع المرأة بكل الحقول. برنامج منوع ببلش من الساعة 11 الصبح مع مهرجان منتدى بنت الأرز بالمكتب العام بالقصر البلدي. رح يكون أيضا في احتفال للأوركسترا الهارمونية لقوى الأمن الداخلي وغناء الفنانة كارول عون واستعراض لسيدات السلك العسكري والصليب الأحمر والكشاف. Yeah.
امبارح تم افتتاح مهرجانات بيت مسك بالدورة الأولى، مهرجان مستمر لبكرة السبت والحفل الختامي مع المؤلف الموسيقي وعازف الجيتار غورن بريغوفيتش الملقب بالغجر المجنون، هو يلي نعرف بالموسيقى الغجرية. هيدا منا المرة الأولى يلي بيزور فيها لبنان، شارك بمهرجانات بيت الدين بال 2003 وأعياد بيروت، وختام مهرجانات بيت مسك إذن مع غورن بريغوفيتش وفرقته يوم السبت. Hey, kitchi, 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 ale, ale, chi, chi, di, 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 بمهرجان صار محطة سنوية عم تشهد منطقة بكفية على مهرجان الدراء، هالمنطقة يلي بتشتهر بزراعة الدراء رح ترجع تفتتح أبوابها هيدا الويك أند على نشاطات مختلفة من اليوم الجمعة للأحد المقبل. اليوم إلى جانب عرض إنتاج المزارعين رح يكون في سهرة راقصة على أنغام برازيلية، وبكرة الأحد ألعاب ترفيهية ورياضية للصغار والكبار. ضمن الأمسيات الفنية يلي عم تستضيفها خشبة مسرح مترو المدينة ليلة تحت عنوان أفراح وأحزان القرد من ريبرتوار الشيخ إمام، ساندي شمعون غناء، أحمد عمران وعماد حشيش وعلى العود، وأحمد الخطيب إيقاع. الموعد يوم الأربعاء 16 الشهر، وموعد تاني الخميس بآخر شهر تموز. ارجع ترتا اسجد ترلي اسجد ترلي يا ربي يلي يا ربي يلي زرعت عيوني زارع تملي وعدلت ظهري على سهدي مهري وزرعت زهري على خدي خلي وحياتنا عشقي متعب ومشقي مهما جرالي مهما حصلي. بمبادرة من اللجنة الثقافية بالمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، حفل تكريمي للأديب الدكتور توفيق بحمد بقصر اليونسكو اليوم الساعة 5 بعد الظهر بعد كتاب محطات من رحلة العمر. وخلال الحفل التكريمي راح يطلق الدكتور بحمد إصداره الثاني تحت عنوان أمين والنبي. قبل ما ارجع انتقل عن جوال مع احوال الطرقات لليوم، بدي اذكر بموعد ثابت كل نهار جمعه على اذاعه الشرق مع المجازين السياسي وتقي مع يقظان تقي، وضيوفه لليوم هن رئيس تحرير جريده اللواء الاستاذ صلاح سلام، عضو حركه التجدد الديمقراطي دكتور حارث سليمان، والخبير الاستراتيجي العميد الياس حنا. برجع منتقل الجوال لعندك لنشوف حركه السير لليوم. قبل ما ناخذ اتصالنا من غرفه التحكم للمرور نعمل جوله عبر الكاميرات، بنبداها من جسر سليم سلام. حركه خفيفه نوعا ما، ننتقل الى الزلقه ناشطه اكثر باتجاه بيروت طبعا اكثر من الاتجاه المقابل، خفيفه كمان على رون بوان صيدا من دون توقف للسيارات، وبجونية ناشطة إلى كثيفة خاصة باتجاه بيروت، على مثلث خلدي سالكة بكل الاتجاهات بتعجو يمكن بمطارح اكثر من مطارح ثانيه. المعاون اول محمد ظاهر معنا من غرفه التحكم للمرور ببيروت. صباح الخير. صباح الخير، كيف صحتك؟ يعطيكم العافيه. انت كمان تفضل. مبدئيا عندنا حركه صباحيه ناشطه على مداخل بيروت الشماليه والجنوبيه. نعم. المدخل الشرقي كذلك عندنا حركه سير ناشطه من المدرسة الحربية نزولا باتجاه الصيد. نعم. مدخل بيروت الجنوبي حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه انفاء المطار وكذلك باتجاه الوزيعي، ما في عنا أي عوائق. نعم. المدخل الشمالي حركة سير ناشطة من الكازينو بتصبح كثيفة بين جسر السرايا حتى جسر يسوع الملك، تتحسن تدريجيا على نفر نهر الكلب. نعم. بتبلش عندنا حركة سير كثيفة من جسر النقاش باتجاه جسر انطلياس حتى جل الديب مرورا بنهر الموت حتى الدورة الكارنتينا. اوكي. إشارات خباز اتحاد جديدي حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه المستديرات. بلشت عنا حاليا حركة سير كثيفة من مستدير الصالومة باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي.
نعم. بالنسبة لبيروت البربير كورنيش المزرعة حركة سير ناشطة من البربير باتجاه الكورنيش، وجسر الكورة حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سلام الوسط التجاري. نعم حضرة المعاون، أول نحن عم نلاحظ أنه صباحا يمكن عم بتكون أخف من باقي الأيام بموسم الشتاء، بس عم تعجق بعد الظهر على مخارج بيروت. صحيح في شي وقت معين ولا هي العجقة دايما؟ بتصير في عنا حركة سير كثيفة على مخارج بيروت مبدئيا، مش بس نهار الجمعة، يعني عم بيكون حتى بوسط الأسبوع كمان في عجقة سير بعد الظهر، عم بيكون في وقت معين ولا عم تعجق بكل الأوقات؟ لا هي أكثر شيء بعد الظهر، المخارج بيضل في عنا حركة سير كثيفة على المخارج. نعم شكرا لك المعاون أول محمد ظاهر، يعطيك العافية، بنحكيكم بكرة. صار وقت نتوقف مع فاصل إعلاني تاني، من بعده متابع أخبار صباح، ضلكم معنا.